طب اسمح لي أقدم معلش بقيت نقطة أخيرة أسأل سعادتك فيها، وهي حضرتك أشرت لفكرة أنه شعب القطاع عانى من حكم حماس وما فعلته أثناء ما كانت يعني موجودة في الحكم منفردة وأصرت على الاستمرار. لكن هنا بقى السؤال، هذه المعاناة إذا انتقلت لا قدر الله إلى مصر، هنا بقى أسأل حضرتك عن رفض المجتمع المصري بالكامل وتصريحات المجتمع العربي بأنها يرفض، والنهاردة في جلسة سيادة الرئيس مع جلالة الملك عبد الله، هم الخطة إن اللي تحت ينزل مصر واللي فوق يروح الأردن، وإحنا نبقى عندنا الأرض من غير سكان، ما حدش يطالبنا بأرض بقى. طيب ربما يعني أنا في مقابلات على قناتكم المحترمة ذكرت هذا المشروع، مشروع الذي بدأه شخص جنرال اسمه جيورا آيلاند، ده كان مستشار الأمن القومي لشارون في 2005 بعد ما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، قدم للمجتمع الدولي مشروعا لتوسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وقدم خرائط وقال نفس الكلام الذي يتكرر الآن. هناك أيضا فيديو منشور على اليوتيوب الآن للرئيس حسني مبارك، الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو ينهر نتنياهو عندما قال له أننا نريد أن نحل مشكلة غزة، ووضع أصبعه على سيناء فنهره الرئيس مبارك ومنعه من استكمال طريقه. الآن المشروع يتجدد، المشروع يتجدد تحت ضغط الحاجات الإنسانية والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيين الآن بعد ما تم حشرهم وتحشيدهم قريبا جدا من الحدود المصرية، إنه إذا أنتم تريدوا مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خذوهم على سيناء، خذوهم على سيناء، إحنا نستقبل تستقبل مصر ويعيش في مصر يعني ربما مئات الألاف وربما أكثر من مواطني عدة دول عربية. لكن هؤلاء ليس لديهم مشروع للتوطين، ليس لديهم مشروع مرتبط باقتطاع جزء من أرضنا الذي هو جزء من لحمنا وعرضنا لإقامة يعني خيام وملاجئ ومخيمات للفلسطينيين تنهي القضية الفلسطينية. الأمر له شقين، شق أنه هذا الأمر ينهي القضية الفلسطينية عندما تفرغ الأرض، أو كما قالت جولدا مائير إحنا جئنا إلى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذه كذبة كبرى، لأنه عندما وصلوا إلى فلسطين سنة 48 كان عدد الفلسطينيين أكبر بما لا يقاس من أغلب اليهود الذين أتوا إليها، ولم يكن عدد اليهود يشكل سنة 47 أكثر من 8% من السكان. ومع ذلك هم يحاولوا الآن أن يكرروا هذه المسألة في مشروعين الحقيقة في المنطقة. مشروع أنه ترحيل قسري للفلسطينيين إلى مصر، وترانسفير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن. قطاع الأردن يبدو المشروع مؤجل قليلا، لكنه كما قلت مشروع قديم متجدد، وهو يهدد إذا كان المشروع نقل الفلسطينيين قسريا إلى مصر يهدد الأمن القومي، فنقل الفلسطينيين إلى الأردن يهدد النظام والهوية الأردنية، ربما ينتهي ما نعرفه الآن من الأردن. وبذلك كانت اللقاء اليوم، القمة التي جرت اليوم، أعلنت بشكل حازم أنها لا مصر قالت أن هذا خط أحمر ولن تسمح لا بتصفية القضية الفلسطينية ولا بتهديد الأمن القومي، لأن القصة الجانب الآخر هو تهديد الأمن القومي، أنه مئات الألاف ربما مليون من الفلسطينيين يقيمون في سيناء مع ما يحمله هذا من مخاطر على الأمن القومي المصري. طبعا يا فندم، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أشكرك. ومتبسك بأن يبقوا في أراضيهم، وإذا أرادوا فلتقبلهم. أنا سأضيف إلى ما قاله الرئيس من أنه ينتقلوا إلى صحراء النقب، اسمح لي بس بدقيقة واحدة. اتفضل. صحراء النقب لم تكن جزءا من إسرائيل في قرار التقسيم الذي صدر في 29/11 سنة 47، القرار معروف بالرقم 181. أي. إسرائيل كلها الأراضي التي كانت تقام عليها دولة إسرائيل 57.7 من فلسطين، ولم يكن من بينها النقب. بعد حرب 48 احتلت إسرائيل النقب وضمت النقب الذي مساحته 14,000 كيلو متر مربع. الرئيس اقترح أنه بدل ما تضغطوا وتقولوا يروحوا سيناء ليذهبوا إلى النقب. أنا أضيف بقى 70% من سكان قطاع غزة، يعني أكثر من مليون مواطن وأكثر من الموجودين في قطاع غزة الآن، هم لاجئين من بلدات ومن قرى وقريبة من قطاع غزة، هم لجأوا إليها بعد
سنة 48. إذا كانت إسرائيل يعني تريد فتأخذهم ليعودوا ويكون ذلك جزءا من الحل السياسي لإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيها ليعودوا إلى بيوتهم وقراهم وأراضيهم ويستوطنوا هناك ولا يعودوا مرة أخرى إلى قطاع غزة. هذا حل أفضل بكثير من أن يتم دفعهم إما إلى سيناء أو إلى النظم. شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية.